طيب يعني بيجي بعض انا النقط كده عذرا يعني. على المقاطعه، بس انا معايا واحد على التليفون من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، ومن اكتر الناس اللي انت بتحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وكاريرك في كره القدم. قول الو كده. الو يا بوب، نمير يا بوب عامل ايه؟ جو، عامل ايه؟ الحمد لله يا بوب، وبركة، صباح انت صاحي من النيل. النوم ولا ايه؟ كنت مريح شويه. ما شاء كابتن الله، يوسف اوباما بيتمرنوا نجم نجوم نادي الصبح. الزمالك، مشرفنا ومنورنا، ويعني في الحقيقة احنا سعداء بوجودك معانا. وحميد ولا اي حاجه، والله انا اكتر سعيد اكتر اللي انا معاكم وقناه النادي طبعا، ومع البوب من الشخصيات المحترمه جدا يعني حبيبي الواحد قابلها في حياته، يعني بقول له من خلالكم بقول له الف سلام عليكم، ان شاء الله ترجع الله احسن من يسلمك، الاول ان شاء الله. الله كابتن يسلمك. يوسف، يمكن كنت بتكلم معاه بقول له من اهم الحاجات ان انت يكون عندك صاحب جدع، فلما يكون عندك صاحب جدع وصاحب مهاري ونجم زي يوسف اوباما فبالتاكيد بهاء محظوظ. حبيبي والله طبعا ابو حميد، ربنا يخليك يا رب وما تحرمش منك. لا بهاء يعني في مجال الكوره عامه، لما تلاقي واحد زي بهاء وشخصيه واحترام وادب فبتمسك فيه بايدك وسنينك، يعني عشان الصاحب ده هو اللي بيبقى باقي يعني. فبرضه بشكره طبعا على الصداقه الجميله ديت، وهو اخ ليا يعني حبيبي بشكره طبعا. بهاء من الشخصيات المحترمه واخلاقه العاليه جدا، وبقول حبيبي له يوسف، انت يعني هو يعني انا مفروض في قناة الزمالك هو واحد مننا بهاء دلوقتي، حبيبي ان شاء الله. ومن خلال القناة بقول له ربنا معاك وإن شاء الله ترجع بالسلامة وأنت قدها يعني، وترجع ان شاء تكسر الله الدنيا تاني إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله جو باذن الله. تقول إيه الكابتن يوسف؟ ده هو صاحي من النوم عشانك النهاردة. لا والله يا يوسف، انا بقول له ربنا معاه السنه دي. الفرقه طبعا وضعها اختلف وبقى فيه منافسه، بس انا عارف ان هو قدها، وعارف ان يوسف يعني كعقليه وكلاعب هو بيحافظ على نفسه جدا، وعارف ان هو هينجح في ظل اللعيبه اللي موجوده كلها، وهيبقى هو رقم واحد ان شاء الله في الفرقه، وهيفرق مع الفرقه السنه دي سواء في الدوري او في افريقيا يعني ان شاء الله. فيها عشوة دي يا كابتن يوسف؟ طبعا. خلاص يا بوب، النهارده العشاء. لازم لازم تكرم الراجل على مجمل اعماله. بشكرك شكرا حبيبي جزيلا في محمد، الحقيقه يا شكرا كابتن يوسف، حبيبي واستمتعت جدا، وبشكرك مره تانية على هذه المداخله.